من مكان جديد في دبي والإمارات المتحدة. اليوم بنقول لكم على الديب دايف. أمريكا في العالم، عمقها 60 متر، المياه في الديب دايف تبلغ درجة حرارتها 30 درجة مئوية. في رحلة اليوم نبي نكتشف أنا وياكم الديب دايف. على فكرة جودة المحبوس في البحر ترى ما يصير ترجع إلى عمارة طويلة أكثر مثل برج خليفة في هذاك المدينة. Lights, camera, action. فاجأتني ترى جدا. ليش 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 تبي تغوص هنا؟ أول شيء بغوص لأنه تجربة فريدة. حلو. مو كل الناس غصت فيها. حلو. إحنا يمكن من الأوائل اللي غصنا فيها على مستوى العالم خصوصا نفكر السنة هذه. ثالث شيء وهو الأهم من هذا كله إنه أنا معك. رابع شيء. لا إله إلا الله استخدمت جوزي إليك. This is my place. هذا مكاني. هنا يصيرون القلاتل حقت الموية. واو. هنا يبخون الموية. والله اللي مندهش. Thank you.
لازم تجون والله يا لازم تجون.